في المقابل نادي الجونه تضامن مع النادي الاهلي، واللي كان عنده موقف اساسا من اول امبارح واتكلم فيه وقال لك بعد ما طلعت الانباء اصلا ما كانش لسه في قرار رسمي، قال لك ايه؟ قال لك يا جماعه احنا متضامنين مع النادي الاهلي، ده كلام بقى النهارده، ومش هنلعب مباراه الاهلي يوم الاربع غير لما الاهلي يلعب مباراته مع الزمالك. هم عندهم مباراه يوم الخميس اعتقد النهارده مع نادي اف سي مصر، هيلعبوها عادي تمام، لكن في نفس الوقت بيقول لك ايه؟ انا مش هلعب ماتش الاهلي بتاع يوم الاربع غير لما الاهلي يلعب مباراته مع الزمالك، عشان نظرا لمبدا تكافؤ الفرص واللي دايما بينادي بيه كل الانديه. وفي مواقف في الحقيقه من عدد كبير جدا من الانديه على مدار اليومين اللي فاتوا، واحنا عرضنا لحضراتكم هذه المواقف من خلال امبارح واول والنهارده كمان. ده موقف نادي الجونه، وبناء على تصريحات لمدير الشركه المسؤوله عن اداره فريق الكره بنادي الجونه هو الاستاذ نادر شوقي، واللي قال نرفض مواجهه الاهلي يوم الاربع المقبل، وبنتضامن ومؤيدين جدا لبيان النادي الاهلي اللي بيصب على حد تعبيره هو نادر بيصب في مصلحه نادي الجونه عشان برضه مبدا تكافؤ الفرص. هو احنا عايزين في الاخر؟ احنا عايزين ان احنا ما نشوفش موسم تاني زي الموسم اللي فات. الموسم اللي فات حصل فيه كوارث وتأجيلات ومباريات، وموسم حضراتكم عارفينه وعشتوه لحظه بلحظه، وخلص على مدار 363 يوم، يعني سنه كامله كان في دوري، بخلاف طبعا التأجيلات اللي كانت بسبب الاجنده الدوليه وكان من ده، لكن كان في تأجيلات بطريقه غريبه وكلكم طبعا عارفينها. فالنادي الاهلي بيحاول ان هو يكون بقدر المسؤوليه كنادي كبير جدا في مصر، ان هو يحافظ على مبدا تكافؤ الفرص ويحافظ على سيستم الكره المصريه والدوري. طب ليه اتحاد الكره نفسه ما يعملش كده؟ ده سؤال بيطرح نفسه. ليه اتحاد الكره ما حاولش بشكل مستميت في اقامه هذه المباراه، خصوصا في ظل زي ما قلنا امبارح كان في مثلا عرض من نادي الجونه، يا جماعه تعالوا العبوا الماتش عندنا، نروح نلعب طب في برج العرب بدون جمهور، رغم ان كان في ماتشات كتيره جدا برج العرب عدد جماهيري كبير جدا تم تامينه بشكل كبير، والامن دايما بينجح في كل هذه المهام بدون نقاش، ما فيهاش اي نقاش، ما شفناش اي مشكله واحده على مدار اي بطوله دوليه اقيمت في مصر او اي مباراه افريقيه لاي نادي في مصر او اي مباراه محليه لاي نادي في مصر، ما كانش في اي مشكله في حاله حد حضور الجماهير، بدليل كمان مباراه الاهلي والزمالك الاخيره اللي كانت ب 5000 مشجع لكل فريق. فكل هذه الاقتراحات اتحاد الكره ما سعاش ليها بشكل جدي، وده اللي اكدنا عليه امبارح، وهي دي المشكله وهي دي الازمه. دلوقتي اتحاد الكره في موقف صعب، هتعمل ايه؟ هنشوف على مدار الساعات المقبله اتحاد الكره هيعمل ايه، وخصوصا في ظل ان كل الانديه مش عايزه تلعب مبارياتها الا لما يمشي الجدول بالترتيب زي ما وعد اتحاد الكره في بدايه الموسم، لان ده شيء مهم قوي. ولو يا جماعه، وده المهم جدا،